السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لبيت الزبير على هذه الدعوة الكريمة لتغطية جانب مهم من مجالات العمل الثقافي المتعلق بالبنية التشريعية للقطاع الثقافي في السلطنة. تناولنا من خلالها موضوعات عديدة في هذا الجانب ومحاور يعني مباشرة. المحور الأول الذي تناولناه دور مجلس عمان كسلطة تشريعية فيما يتعلق بمراجعة التشريعات والقيام بالدراسات المعنية بالقطاع الثقافي سواء كان مجلس الشورى أو مجلس الدولة. كما تناولنا أيضا المبادئ الثقافية التي نص عليها النظام الأساسي في الدولة وتحديدا في المادة 13 المعنية بالقطاع الثقافي والمواد الأخرى أيضا المرتبطة بها. تناولنا كذلك أيضا البنية التشريعية القانونية المتعلقة بالقوانين التي أصدرها صاحب المغفور له طيب الله ثراه خلال 50 عاما من عمر النهضة المباركة. غطينا فيها جانب التشريعات المحلية وأيضا المعنية بالقطاع الثقافي بشكل مباشر. كما تناولنا أيضا الاتفاقيات الدولية التي وقعت وانضمت إليها السلطنة المتعلقة بشكل أساسي بالجانب الثقافي. كذلك أيضا يعني سلطنا الضوء على البنية التشريعية للقطاعات المؤسسية سواء كانت الحكومية أو الخاصة المعنية بالقطاع الثقافي. كما غطينا أيضا جانب الجمعيات جمعيات المؤسسات المجتمع المدني المعنية أيضا بالقطاع الثقافي في هذا الجانب. ثم ختمنا هذه المحاضرة وهذه الندوة بتطلعات ورؤى مستقبلية فيما يتعلق بالتشريعات تحديث التشريعات المعنية بالقطاع الثقافي بالإضافة إلى ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.